المعنى الأول أخلاق طيبة، يسلم، يستقبل، يشيع، ينفق، يكرم، يحسن، يعفو. هذا المعنى المتعارف في الأخلاق الطيبة، وهذا هو غالبا يفسر إنك لعلى خلق عظيم بهذا المعنى. أخلاق رسول الله، كلامه، صباحه، تواضعه، اكرامه، احسانه، هذا هو المعنى الاول. المعنى الثاني الذي يذكره المدققون اوسع من هذا المعنى، خرج مع السعادات من اوله الى اخره. ماذا في جمع السعادات؟ هذا يسمى بالاخلاق، لا يكذب، لا يغش، لا يخون، لا يحتكر، لا يستغيب، لا يغتاب الناس، لا ينم، نميمة، الغيرة، المروءة، الشهامة، الصدق، وفاء، الحياء، وإلى آخر القائمة الموجودة في كتاب جامع السعادات. هذا معنى أنك لعلى خلق عظيم، هذا يذكره المدققون، وكثيرا ما إني أيضا أذكر هذا المعنى. أما الذي أنا أرتئيه بأنك لعلى خلق عظيم، معنى أعمق من هذين المعنيين، وهو أن الأخلاق والخلق معناه كيفية ممارسة الاجتماع الذي يشمل الأخلاق الطيبة المتعارفة والأخلاق الموجودة في جامع السعادات وما أشبه، والتي ذكرنا جملة منها، والتي يشمل أكثر من ذلك، وهو كيف تمارس الاجتماع. يعني شنو؟ يعني كيف تتعامل مع الاجتماع في كل جوانب معاملاتك مع الاجتماع. هذا يسمى خلق. خلق يعني سلوك. فخلق مو معنى الأخلاق الطيبة إنك لعلى خلق عظيم، يعني أخلاقك يا رسول الله طيبة، سلام، صباح، احترام، تواضع، لا، نعم. وليس معنى هما ذكر في جامع السعادات من الأخلاق الإيجابية أو السلبية، من صدق ووفاء وحياء وعدم كذب وعدم غيبة وعدم نميمة ومساواة بين الزوجتين وأخلاق طيبة للبيت، لا، وهذا هو الذي يذكره المدققون. المعنى الثالث الذي أنا أرتئيه وأستفيده من الآية، يعني كيفية ممارستك للاجتماع. يعني أحياناً يكون، ونمثل الآن ونبين، وخلق الأولين هو هذا المعنى في آية أخرى، يعني أنه كيف يمارس الإنسان الاجتماع، عالماً أو قائداً أو حاكماً أو قاضياً أو خطيباً أو مؤلفاً أو رجلاً أو تاجراً أو امرأة، كيف يمارس الاجتماع؟ هذا مجموعه يسمى خلق. خلق يعني أنه كيف تكون أنت مع الاجتماع، كيف تفهم الاجتماع، كيف تأخذ من الاجتماع، كيف تؤخذ من الاجتماع، كيف تعاشر الاجتماع، كيف تضع كل شيء موضعه. هذا معناه هو الخلق. موسكو له خلق،
واشنطن له خلق، إيران له خلق، العراق له خلق، رسول الإسلام له خلق، علي له خلق، الحسين له خلق، يزيد له خلق، عمرو العاص له خلق، خلق بهذا المعنى، وهو المعنى الظاهر من الآية، يعني أن هذا كيف يمارس الاجتماع هذا يسمى الخلق. الخلق عبارة ليس عبارة عن الدين، عبارة عن أخذ الدين وإعطائه للاجتماع، هذا الواسطة يسمى الخلق. يعني الطبيب ممثل، الطبيب يأخذ الطب ويعطيه للاجتماع. كيف يأخذ الطب وكيف يعطيه للاجتماع هذا يسمى الخلق. المهندس خلق المهندس، كيف يأخذ وكيف يعطيه، هذا الواسطة بين المبدأ وبين الاجتماع، كيفية الأخذ وكيفية العطاء، هذا مجموعه يسمى خلق. فإنك لعلى خلق عظيم، مو معنى يعني سلام صباح فقط، جزءه سلام صباح، وليس معناهما في جامع السعادات من الغيرة والمروءة والشهامة واللطف والعقل وعدم الكذب والغيبة، وإنما هذا جزءه. الشيء المهم أعم، يعني كيف تمارس الاجتماع في إيجابياتك وفي سلبياتك. هذا الشيء قد يكون عظيما وقد يكون حقيرا. طبيب يعامل الاجتماع بالماديات، هذا خلق لكن خلق حقير. طبيب يعاشر الاجتماع بالإنسانيات، هذا خلق رفيع. عالم كذلك، مهندس كذلك، خطيب كذلك، حاكم كذلك، ليس معناه السلام وصباح، وليس معناه الغيرة والمروءة والشهامة وما أشبه، كلها جزء. كيفية سلوك الإنسان مع الاجتماع من مبدأ ينطلق إليه، يعني عندي مبدأ أنطلق من هذا المبدأ وآخذ هذا المبدأ وأعطيه الاجتماع، هذا خلق. الدين قبل الخلق والاجتماع بعد الخلق، فالخلق عبارة عن الأخذ وعن العطاء، هذا الشيء المتوسط يسمى خلقا. في القرآن الحكيم مكرر استعمال كلمة خلق وما المعنى، راجعوا القرآن وراجعوا تلك الآيات وشوفوا ألفاظ خلق وخلق في القرآن، هذا المعنى. هذا كمقدمة نقوله لمبحثنا، إن لا يجب أن نتعلم من رسول الله خلقا، يعني كيف كان يعطي الاجتماع، مو أنه فلان سبه فأرضى عنه، لا، مو أنه أعطى أبا سفيان 100 إبل، لا، صح هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء، لكن الاجتماع ككل أن رسول الله كيف عاشر، يعني كيف رسول الله هذا الكتاب المسمى بالقرآن طبقه. القرآن دين، الاجتماع موجود، كيفية التطبيق من الرسول، يعني أن رسول الله كيف طبق هذا الشيء، وهذا هو معنى قول علي أن القرآن الناطق. القرآن دين، أما كيفية ممارسة الدين، نمثل أطباء ما يذهبون إلى الغرب وكلهم يدرسون وكلهم يتخرجون وكلهم يأتون، أما أيهم يتمكن مما درسه واستوعبه يطبقه، هذا خلقه، هذا الواسطة. وإلا نحن كلنا نقرأ الناس، نقرأ الدين، نقرأ الفقه، نقرأ الفضيلة، نقرأ التقوى، هذا كالدين. أما كيفية تطبيق هذا الشيء على الاجتماع، هذا هو الخلق. في هذه المناسبة وكيفية خلق رسول الله، يعني أن رسول صلى الله عليه وسلم كيف بعد أخذه الدين والقرآن يطبقه على الاجتماع، هذا المهم في ناحية رسول الله وكونه أسوة وتعلمنا منه. كنا نقرأ القرآن وكثير منا يقرأون القرآن وكثير منا يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويعمل المعروف وينهى عن المنكر، هذا الشيء يجب أن نبحث عنه، وبحث لن يمكن هذا الشيء عمليا تطبيقيا. في الاجتماع الله سبحانه وتعالى خلق أربع قوى، قوة العلم، قوة السلاح، قوة المال، قوة التكتل، أربع قوى في الاجتماع،
على طول الخط من زمان آدم وإلى يوم تقوم الساعة. أربعة قوى تتحكم في الاجتماع: قوة الأرض، قوة المال، قوة السلاح، قوة التكتل. هذا واحد. نأتي إلى الرابع، قوة التكتل عند شنو؟ عند البشر. دائما التكتل البشري قوة. هذا التكتل البشري لها صور: صورة عشيرة القوة، عشائر القوة الطبيعية، أب وولد وحفيد وعم وخال وابن عم وابن خال، وعلى هذا المعدل قوة. قوة الحكومة، القوة التكتل، نوع من التكتل. الحكومة معناها تكتل، يعني أنهم يتكتلون بأسلوب خاص، أسلوب وزاري وأسلوب ما أشبه، وموظفين من القمة إلى القاعدة. القوة تكتل. قوة الأحزاب والتي كانت وستكون، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما دام وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زالهم إلا إيمانا وتسليما. فقوة. قوة المنظمات، والمنظمة غير الحزب. يجب أن نعرف المنظمة عبارة عن انتظام، والحزب عبارة عن انتظام، لكن الفرق بينهما أن الحزب ينطلق عن مبادئ خاصة، والمنظمة لا تزيد مبادئ على أصل المبادئ. الفلسطينيون فتح يسمى منظمة فتح. سامعين يقولون حزب فتح، فماذا ما يقولون حزب فتح؟ أما الشيوعية يقولون حزب، الحزب الشيوعي. البعثيون يقال لهم الحزب البعث، الوجوديون يقال لهم الحزب الوجودي. فالفرق بين المنظمة وبين الحزب، ولو أنهما يشتركان في نوع من التكتل الخاص، لكن هذا تكتل باللون وهذا تكتل بلون آخر. والآن لسنا في صدد الفرق، إني ذكرت الفرق في كتابي مباحثات مع الشيوعيين مفصلا هنا. والإسلام يؤمن بالتنظيم. أمير المؤمنين في آخر عمره قال: ونبذ أمركم، يعني الله أمرك ونبذ أمركم، نبذ الأمور. ورسول الله نظم المسلمين، وهذا لا شك فيه. والذي لا يؤمن به الإسلام الحزب بالمفهوم الغربي، وهو أن يكون التكتل أساساً لبرلمان يأتي ذلك البرلمان يشرع الحكم، لأن الله لا يقبل بتشريع غيره الحكم، لأن التشريع كله بيد الله. يعني أن التكتل قد يكون للتنفيذ، يسمى منظم. التكتل قد يكون لأجل التنفيذ والتشريع، يسمى بالحزب. الفرق بينهما هذا. والتفصيل هو ذكرته في كتابي مباحثات مع الشيوعيين في بعض الكتب الأخرى. هذه قوى أربعة تتحكم الاجتماع على طول الخط: قوة المال، قوة السلاح، قوة العلم، قوة الكتل البشرية. وقلنا أن الكتل البشرية إما عشيرة أو حزب أو تنظيم غير حزبي أو حكومة، هذه قوة البشرية. الرسول عرف كيف يعامل هذه القوة، هذا كل مش مهم، والذي نحن المسلمين لم نعرف. يعني أن القرآن كتاب منهاج، هل منهاج كيف يطبق الكلام هنا؟ والرسول أسلوب هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. الرسول وسط في الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والرسول وسط في الحج، خذوا عني مناسككم. والرسول أيضا أسوة في هذا الشيء الأهم من كل شيء، وهو أنه كيف الرسول طبق هذا القرآن على هذه القوى الأربع حتى يتمكن أن يأخذ الاجتماع بيده. لأن الاجتماع دائما محكوم لهذه القوى الأربع: قوة المال والسلاح والتكتل والعلم. الاجتماع دائما محكوم إلى هذه القوى. إذا أخذت بيدك هذه القوى فأنت كافر.
قاتل ماذا يصنع؟ أو بجنات ماذا يصنع؟ أو الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الأمير الفلاني ماذا يصنع؟ لا يصنع إلا تقضيه بهذه القوة، بيده المال، بيده السلاح، بيده الكتل البشرية، بيده العلم. فيحكم على اجتماع وسيع، ويحكم عليك وعلي وعلى كل من تحت هذا الاجتماع. نحن يجب أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشيء. والفرق بين كارتر أو برجنيف وبين الرسول كلاهما يطبقان منهجه، لأنه بشر بلا دين ماكو. حتى برجنيف والشيوعيين لهم دين، دين يعني طريقة الحياة، دينهم الشيوعية. كارتر أيضا لهم دين، دينه الرأسمالية. الرسول له دين صلى الله عليه وآله وسلم، دينه المنزل من السماء. فكل هؤلاء عندهم دين وعندهم خلق وعندهم اجتماع. شيء ثاني يأخذون الدين كمنهج وضعه ماركس، أو كمنهج وضعه الرأسماليون، أو كمنهج وضعه الله، ويطبقونه على الاجتماع. نحن يجب أن نتعلم من الرسول هذا الشيء، وهو أن الرسول كيف تمكن من إركاب القرآن على هذه القوى الأربعة حتى سيطر على المجتمع. كيف تمكن الرسول؟ نتعلم من الرسول هذا الشيء. لماذا نبحث حول هذا الموضوع؟ لأن ما في الحقيقة الآن إحنا جالسين هنا، وكل المتدينين في الأرض هؤلاء يغفلون عن القوة، وإنما ينظرون إلى الاجتماع وإلى الدين. هذا شيء الواسطة يأكلونه والذي يحتاج إلى خلق. يعني أنا كمتدين أو إمام جماعة أو فلان إنسان كخطيب أو فلان إنسان كمؤلف أو فلان كشخص كمرجع، هؤلاء ينظرون دين يستوعبون هذا الدين صح؟ القرآن يستوعبه فكريا، عمليا، تطبيقيا لنفسه، عقيديا. ثم يرى الاجتماع، يصعد فوق المنبر وتحت منبره 10,000 انسان، يلقي هذا الشيء على المجتمع. لماذا ما اثر؟ اثر، لكن تأثير محدود وصغير، ومحدود وصغير، لان هذا ما احد الدين يطبقه على القوه المهيمنه على المجتمع. لنفرض ان كتاب البيان الشيوعي الذي الفه ماركس، وماركس ما ترجو عن هو مؤلف هذا الكتاب، هذا الكتاب أنت حفظته واستقرته من ظهر القلب، وجمله بينته بتجويد، وباحثت في موضع التناقض بعضه مع بعض وموضع الاتحاد بعضه مع بعض، هل هذا كان تحقيقا؟ وصعدت فوق المنبر وبينت رأي ماركس طلاق، في النكاح، في العائلة، في المال، في رأس المال، هل معنى أنك طبقت هذا الكتاب؟ لا، أنت قرأته، أنت أمرت به فوق المنبر، أنت جودته، أما أنت طبقته داخلي. المهم أن رسول الله طبق القرآن. نحن نقرأ القرآن صح؟ نحن نفهم القرآن صحيح؟ نحن نحفظ القرآن صحيح؟ نحن نجود القرآن صح؟ نحن نضاعف القرآن صح؟ أما رسول الله قد إهنا المشكلة، مشكلة تحت المتدينين في العالم. نحن أخير شيء حول القرآن فهمه، تجويده، تطبيقه، عربيته، تفسيره، آيات أحكامه، هذا الشيء صح. لكن الرسول بعد هذا كله كان شيء آخر عنده، وهو تطبيق هذا الكتاب على المجتمع. كيف يطبق هذا الكتاب على المجتمع؟ كلامنا في هذه الكلمة أنك تركب هذا الكتاب على هذه القوى الأربعة، يعني تتمكن أن الكتل البشرية تنهجها نهج القرآن، وتعرف أن المال توجهه نهج القرآن،
وتعرف أن العين توجهه نهج القرآن، وتعرف أن السلاح توجهه نهج القرآن. هذا المهم، وهذا هو الشيء المطلوب من المتدينين نحن أو غيرنا الذين كانت لهم مبادئ شرقية أو غربية أو ما أشبه، هؤلاء يفهمون هذا المعنى في تطبيق مبادئنا. نحن نفهم في تطبيق مبادئنا الدرس والبحث والمطالعة والفكر والتعمق والتجويد والترتيب والعربية والبلاغة والآداب والقراءة والإلقاء. نحن نفهم هذا الفهم. إنك لعلى خلق عظيم يقول كيفية تطبيق هذا الشيء على هذه القوى الأربع، لأن هذه القوى الأربع هي المسيرة الحياة كانت وتكون وسوف تكون. هذه القوى الأربع هي المسيرة. نحن يجب أن نفهم هذا الشيء، مو نفهم أن نطبق هذا الشيء. الآن انظر إلى المبتدئين في العالم ونحن هؤلاء، هل مربوطون بالمال؟ المتدينون يستوعبون قسما قليلا من المال ويصرفونه ويحمدون الله سبحانه وتعالى على انه اغناهم من قومه وعندهم عشاء وكساء وغداء ومسكن وملبس وما اشبه، وينتهي كل شيء. بينما رسول الله كان يفهم سيطرته على المال، سيطرته على المال، ولهذا الرسول كان شنو يسوي؟ يسلب أموال الكفار في سبيل التوزيع والتوجيه كما يشاء. فنحن مو مربوطين بالمال، هذا ارتباط. نحن هل مربوطون المتدينون في كل العالم بالسلاح؟ مو مربوطين بالسلاح أبدا، وإنما المتدين الصحيح هو الذي يكون عالما زاهدا فقيها مصليا صائما ويصلي صلاة الليل. أمرت بالسلاح عندك؟ شيء ثاني. الشيء الثالث، هل المتدينون مربوطون بالكتل البشرية؟ قلنا الكتل البشرية على أربعة أقسام، كتلة حكومة، المتدينون مو مربوطون بها، كتلة عشائر، المتدينون مو مربوطون بها، كتلة أحزاب، المتدينون مو مربوطون بها، كتلة منظمات، المتدينون مو مربوطون بها. الآن أذكر لكم كمثال منظمة كافر كمثال. هذه منظمة في قسم من البلاد لها سيطرة. هل هناك متدين مربوط بهذه الكتلة؟ حتى إذا أكو فلان معمم أو فلان متدين مربوط، ارتباط مجاملة. أكو فرق بين ارتباط توجيه وارتباط مجاملة. قلنا أن رسول الله كان له ارتباط توجيه، يعني ربط نفسه ارتباطا توجيهيا مو ارتباطا مجامليا. قد يكون أنا مربوط بك مجاملة، أنت تأتي إلى داري وأنا أجي إلى داري، قد تكون اني اوجهه وانت توجهني، توجيه. نحن لسنا مربوطين بالمال، المتدينون لسنا مربوطين بالكتل، بكل المعاني الاربعه للكتل، لسنا مربوطين بالسلاح، لسنا مربوطين بالعلم. نحن ماذا نعرف؟ نعرف الفقه، البلاغه صح، الادب صح، أسلوب المنبر صح. أما هل طب الدنيا تحت إشراف المتدينين؟ هل الفيزياء تحت إشراف المتدينين؟ هل الكيمياء تحت إشراف المتدينين؟ هل الحساب والرياضيات تحت إشراف المتدينين؟ افتح الكتب المدرسية ترى أن هذه الأمور تحت إشراف الناس إما ملتدين أو على أقل تقدير غير متدينين. أما الرسول عارف صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا في معنى انك لعلى خلق عظيم، كيف يسيطر على هذه القوة. لما عرف الرسول كيف يسيطر على هذه القوة، هذه القوة هي مدفع الاجتماع، تسيطر على الاجتماع تلقائيا. وهذا هو الذي الرسول أسوة لنا ويجب ان نعرفه. اما استبداء واستجداء وتسكت أن فلاناً يصلي وفلاناً لا يشرب الخمر وفلاناً لا تخرج بنته سافرة، هذا تبقى في حدود الاستجداء وفي حدود التسكع، كما نستجدي نحن الآن ونتسكع نحن الآن. الآن نحن المتدينين في كل العالم يا أخي، ماذا نصنع؟ نستجدي ونتسكع. استجداء وتسكع
لا كان ولا يكون في يوم يطبق مبدا على اجتماع. ما قالش استجابة تصفق لا يفتح. ذات مرة كانت في كربلاء فتحوا مدرسة باسم مدرسة خديجة، هاي القسمة قبل 25 سنة. هذه المدرسة الأول مرة بنات في كربلاء يدرسهن المدرسون الرجال. اجتمعنا نحن مع جماعة من الأصدقاء حول علاج الواقع. مدرسة خديجة الكبرى باسم السيدة خديجة، وبنات ما يقارب 1000 بنت يدرسهن رجل ورجال ومعلمين موديل جديد ذاك اليوم. اجتمعنا ماذا نصنع؟ وكل قال شيئا. قالوا نراجع المتصرف محافظ اللواء. شاهدني في كلمة من القصة، أنقل لكم قصص. قالوا نراجع متصرف اللواء. المتصرف كان عندنا ذاك اليوم هو من النوع العنيد الصلب أو الأكثر من ذلك أحمق. ذاك اليوم بلاد كانت خادئة ولا تتحمل هذه الأشياء، لكن هذا المتصرف التقدمي كان يريد أن يبقى هذا الشيء في كربلاء. بعد ذلك صار القرار أن نذهب أنا وإنسان آخر إلى بغداد إلى وزير المعارف. كان عبد الوزير منير القاضي، فذهبنا إليه وزير المعارف. أنا رحت إلى الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه صاحب اتخام الحوثي، ذكرنا له الموضوع وما علم. قال الحقيقة الحق معك، هو كان من النوع المتدين نوعا ما الوزير منير القاضي اسمه. قال الحق معكم، لكن اعلموا ان الحق لا يمشي عند الحكومة. قلنا فماذا يمشي؟ مضمون الكلام. قال الشيء الذي يمشي الخوف، خوف الحكومة منكم. قلنا في من حصل على خوف الحكومة؟ قال حصلوا على خوف الحكومة بتحريك الجماهير ضد المدرسة. الحكومة تخاف منكم تحل المدرسة. قال وأنا وزير لا أتمكن من حل المدرسة، لأن الصلاحية بيد المتصرف والصلاحية بيد رئيس المعارف في اللواء، حتى أنا كوزير ما أتمكن. شاهد كلامي في هذه الكلمة، قال الحق معكم، وكان يصدق في أنه كان يقول الحق معكم، ويريد مجاملة. قال لك إن الحكومة لا تمشي عندها الحقيقة ولا يمشي عندها الحق، وإنما يمشي عندها الخوف. قلنا لا نملك الخوف. قال خوف الجماهير، خلق الجماهير ضد الحكومة يعني ضد هذا المشروع يسقط المشروع. قلنا لا بأس. جينا لكربلاء. أصدقائنا الآن أكثرهم موجودين، صار قرار أن نرسل برقيات ورسائل إلى وزير المعارف. فأرسلنا رسائل وبرقيات في ذاك اليوم إلى الوزير. رجعنا منير القاضي. منير القاضي قال الآن أنا أرسل استنادا إلى هذه البرقيات والرسائل الكثيرة، أنا أرسل مندوبا عني حتى يحل المدرسة. وقال أحسن إنسان أرسله لحل المدرسة هو أحمد أمين، هذا لأن هذا رجل متدين وهذا مفتش في كل وزارة المعارف في العراق، فأرسله معكم. لكن لا معكم، بعدكم أرسله. جينا على كربلاء بعد يومين جاء هذا الرجل وهو أحمد أمين الله يرحمه. جاء وذهب ورأى المتصرف، والمتصرف كان عنيف إلى أبعد الحدود. هو أحمد أمين تمكن أن يقنعه بحل المدرسة، وحل المدرسة بالفعل، وصارت بنات ولهن مدرسات. ومن ذاك اليوم المتصرف، هذا القصة من قبل 25 سنة، والمتصرف كان ذاك اليوم اسمه حسين البلداوي، أظن حسين البلداوي. لم يحاربنا وعارضنا وما أشبه، لكن نحن عملنا عملنا. وكلامي في كلمة منير القاضي الوزير، قال الحق ما يمشي، وصحيح، لأن الحق لو كان يمشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يحتاج إلى مال خديجة وسيف علي، وما كان يحتاج إلى منعة أبي طالب. حق معه أن يمشي. هذه قصة. قصة ثانية عاشرناها نحن أيضا. كان عندنا فرد رجل في العراق يسمى بالمحروت الهذالي. هذا كان يسمى بملك البر، وهذا كان يرى نفسه شيخا على أمير الكويت وعلى الأمير السعودية. القانون العشائري هو شيخ عليهما، هو هالشخصية.
وكان تحت نفوذه 60,000 مسلح، 60,000 مسلح. وأنا أذكر في أيام الملكيين كانوا يخافون من هذا الرجل خوف الأسطورة من الصقر. اتفق القصة أن حكومة من الحكومات أمرت بإعدام إنسان، فنحن فكرنا في جعل حلول لإنقاذ هذا الإنسان من براثن تلك الحكومة التي حكمت بإعدام ذلك الإنسان. حلول، من جملة الحلول قلنا نواجه محروق الهذال. حتى هذا المحروق بقوته الشيخوخية يتمكن من السيطرة على ذلك الحاكم، وأن ذاك الحاكم هذا الإنسان لا يعدم عنده. قالوا أنه في يوم فلان يأتي إلى كربلاء، فحسنا عنه، في يوم فلان يأتي إلى كربلاء. رحنا إجا وأذكر في فندق الحسيني في كربلاء نزل، وصاحب الفندق أخبرنا لأنه كان وقت يأتي إلى كربلاء يروح إلى فندق الحسيني. جاء فندق الحسيني ونحن عصرا ساعة 3 كرام أو قبل 3 أيام جمعنا أصدقائنا، أصدقاء الأحياء ما أسميهم الآن حيث تسجل ويمكن عليهم شيء. من أصدقائنا الميت كان شيخ جعفر الرشدي الله يرحمه، مع هالشكل واحد الأصدقاء الموجود في الكويت أيضا. رحنا وتكلمنا معه حول إنقاذ ذلك الإنسان حسب شيخوخته على ذلك الحاكم. هو محروت الهذال نقل لنا هذه القصة، وشاهدي في القصة، شاهدي في القوة وأن المتدينين لا يفكرون فيها، وشاهدي في المال وأن المتدينين لا يفكرون فيه، وشاهدي في التكتل وأن المتدينين لا يفكرون فيه، وشاهدي في العلم وأن المتدينين لا يفكرون فيه. والذي فكر فيها رسول الله وقبقها. هذا محروط بهذه الشخصية، زعيم على حكومتين، وعنده 60,000 تحت السلاح الدائم. كل شمرج الوقور كان وقع من النوع الوقور، هو كان في كلامه والنوع شخصية، كان هو مو اعتباطيا كان واصل، يعني إنسان وقت اللي يتكلم معه كان يعرف أنه شخصية. أنا شام واحد من الشيوخ رأيتهم حقيقة هؤلاء شخصيات كانوا أبدا، يعني مو شخصيات اعتباطية. من جملتهم عبد الواحد سكر، رأيته أيضا شفته بهذا الوزن، وهو رئيس 10,000 كان الذي حارب الإنجليز في قصة ثورة 20. محروط قال لنا في جملة القصة كان في المسير في أيام عبد الكريم قاسم الشيوعيين فرد رجل يسمى بحسن الرقع. حسن الرقع كان يرقع أحذية، وترقيع الأحذية في ذاك اليوم في العراق وفي المسيب القريب من كربلاء 4 فلوس 6 فلوس 10 فلوس، إذا يتجاوز 20 فلس، لأن أجلكم الله الحذاء في ذاك اليوم كل قيمته ربع دينار و 200 فلس. فهذا الرجل قيمته هذه القيمة، حسن الرقاع قيمته ترقيع الأحذية على جسر مسيب رقع رقع. جاءت الشيوعية وجاء عبد الكريم قاسم وارتفع هذا الرجل لأنه مربوط بالحزب الشيوعي حسن الرقاع، وهذا صار الحاكم المطلق في تلك المنطقة. ومن أساليبه التعذيب كما هي أساليب الشيوعيين عامة، وكل من تبع الشيوعيين، يعني التعذيب أسلوب شيوعي وأسلوب الحاد في الإسلام، في الدين تعذيب ما هو. أي بلد يعذب فيها إنسان فهو أسلوب إلحادي حتى إذا سمي مسلما. تعذيب في الدين ما هو إطلاقا. هذا من أساليبه التعذيبية، كان عبارة عن أنه يجمع أقارب في بطل كبير، فيأتون بالضحية الذين هم ضد الشيوعية، ينيمونه، يشدون يديه ورجليه بالمسامير على الأرض، ثم يفرغون عليه وهو مسلخ أنبوب العقرب. هذا حتى في الصحف كتب وحتى في الكتب كتب. وأساليب حسن الرقاع في تعذيب الناس من جملة الأساليب أنه كانوا يأتون بالشخصية، ينيمون شخص معادي للحزب الشيوعي أو للملحدين أو ما أشبه، ينيمونه ويسلخوه، ينزعون عن ملابسه كلها وينيمون على الأرض، يشدون يديه ورجليه بمسامير، ثم يفرغون عليك هذه القنينة الممتلئة عقرب على جسمه. إذا ما مات معجزة هذه، ولا 10 عقارب 20 عقرب 50 عقرب
فرد مرة تلدغ جسم إنسان من رأسه إلى رجله وفيه مذاكيره، لأن المذاكير كلش جهاز حساس جدا ومؤذي جدا، قطعا يموت. حتى إذا ما مات على لازم هذا السنة يروح للمستشفى ويداوي نفسه. محمود الحنان هو بشخصه قال لي وجماعة من أصدقائنا كانوا موجودين، من جملتهم أحد الأصدقاء الآن موجود في الكويت، قال أن حسن الرقاع ألقى عليه القبر. حسن الرقاع يلقي على محروك الهلال القبر وقال إن الله رحمني حتى لم يفرغ عقاربه على جسمي. صوروا هذه القصة بالواسطات والالتماسات وتقبيل اليد حتى تمكنت أن أخلص نفسي وأنا محروك الهلال عن يد حسن الرقاع وعقاربه. ما جاء بهذا الرجل الذي شيخ على دولتين وتحت نفوذه 60,000 مسلح إلى رجل مهنته رقاع إلى أول البارحة ويريد تعذيبه بهذا النوع من التعذيب؟ لأنك رجعي ونقطاعي، وهذه القائمة المعروفة عند الشيوعيين والبوذيين اتواكم بالسلطة لا أكثر ولا والسلطة هي أقوى كان في المحروض ذلك اليوم، لأن محروض تحت نفوذه 60,000 مسلح، السلطة تحت نفوذها 150,000 مسلح. ومحروض ما تملك طائرات ولا دبابات، والسلطة كانت تملك طائرات ودبابات فأكثر ولا أقل. هذا معنى أن رسول الله كيف فهم أن يسيطر على القوة؟ لما سيطر على القوة خلعت له الاجتماع، كل الاجتماع. الرسول الذي في مكة كان يلتمس لهذا ولهذا أن يدخل الدين الجديد، وكان يضطهد وكان يهرب منهم إلى الطائف، وكان يخفي نفسه ويقول لأصحابه كلمة. نفس الرسول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هل الرسول الحق عنده تغير؟ منطقه تغير، قرآنه تغير، علمه تغير، أخلاقه تغيرت؟ أبدا، كل شيء هو الرسول. ولعل الرسول في المدينة أقوى من الرسول في مكة جسما، لأن الرسول في مكة شايب، عمر الرسول 63 سنة. وهذه السورة نزلت في آخر أيام الرسول، حتى ابن عباس يقول لما نزلت هذه السورة علمنا بأن رسول الله نعي إليه نفسه، لأن الله يقول للرسول أن عملك خلاص انتهى. إذا عمل الرسول شنو؟ هداية الناس. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. انتهى عبان المفسرين. قسم من المفسرين يقولون إن آخر سورة نزلت على رسول الله هذه السورة. ولما سمع ابن عباس بهذه السورة كما يذكر المؤرخون قال إن رسول الله نعي إليه نفسه. هذه انتهى المهمة يا رسول الله. فالرسول شاهدنا شايب ذاك اليوم، شيخ كبير 63 سنة، والإنسان اللي عمره 40 سنة شاب نشط في الحركة في السكون في العقل في العطاء في الحار في السير. أما الرجل الذي عمره 63 سنة هذا شايب هذا يتمكى. مع ذلك يوم الرسول كان شابا وقويا، وقرآنه نفس القرآن وكل شيء نفس الشيء، كان يهرب من المشركين إلى الطائف إلى غير الطائف، وكان ينام في شعب أبي طالب خوفا من قتله، وكان يهرب من مكة في ليلة المبيت في القصة المشهورة. أما لما صار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده القوة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يقولون في دين الله أفواجا، حتى أن المؤرخين يذكرون في تفسير هذه السورة يقولون هذا العام كان يسمى بعام الوفود، والرسول ليس له وقت لتقبل الوفود. أنا شفت هذا الشيء في كربلاء بالنسبة لي على منطقتي الصغيرة. إحنا في سنة في كربلاء قبل ما نخرج في 40 من الصباح إلى نصف الليل ما كان لنا وقت تقبل الأنصار. الأنصار الذين يأتوا، وتذكرت في ذاك الوقت قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أول الشمس كانت تأتي أنصار إلينا. هذا أنصار، أنصار المواكب الموجودة، موكب مشخاب وموكب الفيصلية وموكب الرميثة وموكب البصرة وموكب بغداد إلى نصف الليل. أنا ما كان في داخلي ذرة من الضحك ولا التبسم،
يعني كل الأشياء الأسئلة ضحك، ذاك الوقت أنا شعرت أن الضحك عنده من كمية بعد ما يطلع منه كم الإنسان يخلص. أو ما كانت عندي حتى كلمة أقولها لهم، ما في كلمة بعد فارغ، عندي فراغ صار من في هذا الشيء موجود قسم من الأصدقاء على الآن موجودين. شاهد أن الرسول بس إحنا أنا كمثال قل هذا الشيء ولا لا مناقشة في الأمثال. المثال لا يسأل المؤرخون يذكرون في عام الوفود ما كان له وقت تقبل الوفود، كان يقول لا رسول الله من الصباح إلى الليل يا رسول الله نريد الإسلام، وكلهم ما يسلمون يبايعون رسول الله. هو رئيس العشيرة يسلم يبايع رسول الله، الرسول ينصبه أميرا عليهم في أمان الله، ينصحهم نصيحة صغيرة ومعجلة وروحه. العشيرة الثانية ما عنده وقت، وهذا يسمى بعام الوفود. ماذا تغير عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تغير عنده هذا الشيء فقط، فقول الله سبحانه وتعالى حيث يقول وإنك لعلى خلق عظيم، ليس المراد السلام والصباح، هذا جزء، والاحترام والإكرام، وليس المراد ما في كتاب جامع السعادات من الغيرة والمروءة والشهامة والصدق والأمانة والوفاء والحياء وما أشبه، هذا صحيح، هذا جزء، هذا هو المعنى الثاني. أما المعنى الذي أنا أظنه بالمناسبة إلى سائر الآيات التي استعملت فيها كلمة الخلق، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني كيفية ممارسة الاجتماع، أن تعرف أن هذا المبدأ كيف تطبقه على الاجتماع، وتطبيق المبدأ على الاجتماع أن تعرف كيف تسيطر على القوى الأربعة، قوة المال، قوة السلاح، قوة التكتل، قوة العلم. الجماهير خاضعين لهذه القوى الأربعة. أنت يجب عليك بسبب هذا وبسبب كيفية معاشرك للمجتمع أن مبدأك تطبقه على المجتمع، وإلا المبدأ كما مثلنا لكم ماركس أخرج المبدأ الشيوعي، وكل كتبوا في أحواله أنه مات جوعا في لندن، وهو صاحب الكتاب رأس المال، كتابه الثاني البيان الشيوعي، هو نبيهم، حتى أنه هو أنا شفت في التقرير منه يقول أنه البارحة ماركس يقول ولد لي مولود، هو ماركس يقول في تقريره، لأن بعد موت ماركس جاء لمين وطبق المبدأ، يقول ولد لي مولود وإني لا أعلم ماذا أصنع مع هذا المولود الملائكي الذي لا أملك له حتى حليبا، لا يملك إعطاء المولود الحليب، كان زوجته معد حليب والولد معد حليب يشرب، يقول لا أعلم كيف أصنع مع هذا المولود الملائكي الذي لا أقدر له حليبا، لكن جاء بعده لينين طبق هذا الكتاب، ولو أن تطبق كذب أيضا. القرآن يحتاج إلى التطبيق، أما أنت تصلي وأنا أصلي وأنت لا تشرب الخمر وهو لا يستغي، هذا مثل أنه فر الإنسان يأخذ كتاب البيان الشيوعي مثلا أو كتاب رأس المال ويقرأه جميلة ويطالعه جميلة ويفهم النقاط واللطائف فيه ويعرف كيف يرفع التناقض منه وأنه كذا وأنه كذا. فبمناسبة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم، وقول الله سبحانه وتعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، يجب علينا أن نعرف خلق رسول الله بالمعنى الثالث ونأتسي به، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.